إذن متابعينا الكرام، مرحبا بكم في مباشر جديد من مدينة الدار البيضاء. متابعينا، أكيد أننا في هذا الشهر الكريم دائما ما العائلة هي أبرز حاجة كتكون في هذا الشهر الكريم، وذاك الجماعة ديال العائلة وذاك الأمور الحمد لله اللي ترسخنا عليها في الدين ديالنا ديال العائلة. بعض المرات كنشوفوا بعض من العائلات ولا أقارب ديال العائلات اللي ما كيكفيهمش الحق ديالهم، بل كيطراموا حقوق الناس، كما هو القصة اللي الأطوار ديالها كاينة في جديدة. الأرض موجودة في دوار العرارمة. الأرض كاينة في دوار العرارمة. نعم. قربي حداك ميكرو. اثنين شتوكة. دوار العرارمة. بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله توكلنا على الله. الأرض موجودة في دوار العرارمة، إقليم اثنين شتوكة، إقليم أزمور. واخا انت خالتي الزوج ديالك باقي في الحياة؟ باقي في الحياة، لكنه هو دابا عيان. الله مشى داه ولدو نيت حيت كيمشي يدير له الاكسجين. على كل حال انا تنعرف تنشد الله سبحانه وتعالى ولي في ارضه جلالة الملك على هذا المشكل ديالنا حنا، لهاد الناس منذ ما كان الزوج ديالي هو محجور صغير، انا توفى باه وخلاه يلاه عنده 3 سنين. الاحكام صدرت في 55 57، وزوجي ما دخل المدرسه حتى لا سيكسيون ديال 57 58. يعني باه خلاه صغير، باه مات في 53 ومات على سن 30 عام بحادثه شغل في ميناء الدار البيضاء. هاكا هنا هو ملي توفى خلا كان ديجا متعرض على واحد الارض ديالو، على نصيبه في الارض ديالهم، لان مرات خالو توفى، خالو ناضت مرات خالو بغات تحفظ الارض، بغات تدي ديك الارض وتديها زعما بسميتها. بغات تديها، ناضت سيدي شنو دارت؟ عزلت البقع اللي بغات ومشات بهم للتحفيظ. بالاحرى ما خداتش الارض كلها، هي الله ديكلارات تقريبا 12 هكتار، اما الارض فيها اكثر من 24 هكتار، فيها تقريبا 37 هكتار. خذات لي داكشي اللي بغات، خذات عزله البقع اللي بغات. الخبير لقى 24 هكتار وزياده، ما يعادل 25 هكتار. تحكمت الاحكام، تحكمت لصالح هذا بات الزوج ديالي اللي هو الوعدودي بن علي. واخا ما بقاوش نقولوا السميات باش اسمح لي. اسمح لي اخطات في هذا. المهم تحكمت الاب الزوج ديالي، ملي تحكمت صابوا الاولاد ديالو وكاينه الاولويه ديالهم محاجر صغار، الملف رجع للمحافظه، والملف حسب هادشي المحافظه ديال جديده زار مؤخرا. الله ينصرهم هذوك الناس صراحه، ما يوصلش. صافي ها هو رجعت لنا دابا كونيكسيون. واخا خالتي نكملوا، كنا في النقطه ديال قلتي لي كاينه عائله اخرى اللي بغات تدي هاد الارض اللي هي السيد. تنحكي لك القضيه، قلت لك بان ملي توفى الاب ديال الزوج ديالي توفى قبل اللي يصدروا الاحكام. توفى في 53 والاحكام الابتدائي صدر في 55 والاستئنافي صدر في 57. وصدروا الحق هو، هما كانوا ثلاثه ديال المتعرضين، لان مرات خالو توفى، خالو ناضت بغات تحفظ، ملي بغات تحفظ عزلت البقع اللي بغات وديكلاراتهم. هادشي دائما كنهضروا في الجديده، اش من بلاصه؟ دوار العرارمه، اثنين شتوكه، اقليم ازمور. اييه. ملي عزلت البقع اللي بغات قامت هو جار وجوج الاخرين ولاد ولاد الخواتات، لان مول الارض عنده ولد وجوج البنات. يعني تعرض ولد خديجه، اسمح لي، تعرض ولد وحده وولد الاخرى، خواتات بجوج كل واحد وكلات ولدها تعرض. اللي كان في المواجهه هو كيف كاين، كيف صادرين الاحكام، هو الاب ديال الزوج ديالي و اللي نايب على حنت هي وكلات راجل بنتها، وكلاته باش هو اللي يتبع لها الملف. بالاحرى هذا راجل بنتها رجع ولادها ولاده هو، مابقاش حيت عنده الاسم كيتشابه مع الاسم ديال صاحب الارض. هاكاك فهمتي؟
صدق هو تيقول بان دابا هما تيقولوا بان الارض ديالهم هي دابا هادشي فيه تزوير بان لي هادشي اولا فيه تزوير فيه تزوير اييه هذا علاش هما ما كيبغيوش يدليو بالوثائق ديالهم كيقولوا باننا ما كيعرفوناش حنا ما تنقروش بان معنا ورثه والمناسخه ديال صاحب الارض ها هي واخا حيبي عطاني هذه عطايا ليا عطايا ليا اييه ها المناسخه ديال صاحب الارض اذا اللي كاينين في هاد الارض هما اللي اصلا ولاد مول الارض دابا في هذه المناسخه هما اللي اصلا ولد مول اولاد مول الارض واللي تابعين ليهم خصهم يتثبتوا بغينا يتثبتوا حيت مؤخرا ملي وقفنا في المعاينه هاد الناس ما جابوا لا اراثه لا حتى شي حاجه ما عندهمش اثبات ما جبدوا ما عطاونا حتى شي اثبات وما طالبوا حتى شي اثبات دابا بلاتي واخا غادي نوقفك هنايا دابا انا اللي فهمت في هذا الشيء كامل هو ان نتوما اللي عندكم الوراق والوثائق ما خديتوش حقكم وهما اللي ما عندهم لا ورقه لا جوج شادين الارض شادين حتى للارض مشيتو عند زايدين جايبين عباد الله اخرين حتى ودابا وصلتو معاهم المحاكم هاد الناس هادو وصلتو معاهم المحافظه شنو قالوا لكم وشنو وقع بيناتكم المحافظه ملي هادوك الاحكام القديمه الاحكام اللي صدرت في 55 و57 رجعت للمحافظ كترجعت بنسخه تنفيذيه وكنعرفوا بان المحكمه كتعطي نسخه واحده ما كيمكنش تعطيك نسخه اخرى نفذت هي بها هذاك اللي هو جار وخلات الاخرين بالاحرى حسب المعلومات محصل عليها ملي كيكونوا احكام دي فيرديكسيون اللي خصهم يكونوا خصو كلهم يا اما يتحفظ كله يا اما يتحبس كله المحافظه حفظت واحد وخلات الناس الاخرين خلات هذوك الجوج ولاد الخاله خلات الاب ديال المحاجر وخلات الاخر هكذا يعني حتى المحافظه دابا دارت مشكل ان دارت لنا مشكل وخلاتنا كنعموا فيه دائما حفظت الواحد وواحد ما حفظتش ليه والنسخه شي محافظه ديال جديده هذه بدات في جديده والنسخه ديال التنفيذيه نفذت بها لهذاك السيد وحنا دابا كنطالبوا المحافظه ديال ازمور وكتبناهم اولويه المحاجر اسميتو كتبناهم شحال من مره باش يطلبوا هما او يطالبونا حنا كتابيا باش نديو هنا المحكمه للدار البيضاء باش تعطينا نسخه ثانيه تنفيذيه لان ما يمكن ليهاش ملي مشينا لعندهم حنا بدون اي حاجه قلنا المحافظ خصو يطلبها لينا كتبناها المحافظه جاوبونا الجواب الاول حقا حنا ما كان ماشي حنا